وينقل الذهبي وهو واحد من أشهر علماء السنة في كتابه سير أعلام النبلاء عن ابن عقد الحافظ عن أبي حنيفة حين سئل: من أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. كل العلوم التي بثها الإمام جعفر الصادق عليه السلام لم تكن في علوم الدين فحسب، بل في مختلف العلوم. فجابر بن حيان مثلاً عالم الكيمياء الشهير تلميذه، وأبو إسحاق الفزاري أول من عمل الأسطرلاب في الإسلام تلميذه أيضاً، وغيرهم كثيرون.